وأخيرا فرحة العمر العظيمة، اللحظة التي لا تنسى. طموحنا مستمر نحو العلياء، شكرا لأهلنا ولكل من منحنا الحب عطاء. الحمد لله الذي كرمنا بعبادته، ووهبنا العلم للعمل بطاعته، وجعل تجمعنا في حضرة الإيمان بقرب تشهد عليه فرحة الأرواح بيوم تخرجنا تحت لواء الكفيل. اليوم نحن في بداية جديدة لطريق مبارك في خدمة الدين والوطن، نسير بفخر لأننا أبناء العراق العظيم. نحن فخورون بوطن معطاء ومرجعية حكيمة، كأنها خيمة تعلوها راية خفاقة، تلم تحت ظلالها خريجو الجامعات العراقية من مختلف المحافظات. سيدي يا صاحب الزمان، أيها الغائب الحاضر بيننا، نشكر لكم دعاءكم لنا بالنجاح والتوفيق. حبكم سيكون إلهاماً لنا في بذل الغالي والنفيس من أجل عمارة وطننا والسعي في ركب الحضارة للوصول به إلى القمم العاليات. طلبة الجامعات العراقية، اجتمعنا فتخرجنا تحت لواء الكفيل.